عايز النور يملأ كيانك، فإذا فرغت ها فانصب. أدي الاستقامة يا أولاد. فإذا فرغت، فرغت من إيه؟ خلصت الشغل بتاع الظهر؟ لا. فإذا فرغت من أغيارك، من أوزارك، يعني توبة، توبة نصوحة. الأيام المقبلة الجاية أنا عايزك تعمل تدريب لنفسك على التوبة، زي ما قلت لك من شوية، لما هتعمل كشف هتلاقي نفسك عندك حاجة في قلبك، هتروح لمين؟ لأحسن دكتور. مين أحسن طبيب؟ الحبيب. مين أعظم طبيب؟ الحبيب. نمسك الأيام دي كلها صلاة على سيدنا النبي، تجهيز القلب لأيام المنى. ورفعنا لك ذكرك، أفراح ليلة القدر، أفراح تنزلات القرآن، أفراح فإنما يسرناه بلسانك، أفراح نزل به الروح الأمين على قلبك، أفراح نزل به الروح الأمين على إيه؟ على القلب المنشرح، على الغير المنطرح، على الفؤاد السليم، على الحبيب. الطبيب وشوفوا لي حد جاني اكتئاب، ما بنامش من الخوف يا عم الشيخ، قول لي على حاجة أعملها. ليه؟ أكيد ما صليتش، أكيد ما سجدتش ورميت الحمل على الله، أكيد ما سجدتش ولا اقتربت. استعينوا بالصبر والصلاة، أكيد ما رميتش الحمل على الله، أكيد أنت عامل نفسك كبير في المملكة، خلاص خليك بقى، شيل أنت. فقتل كيف قدر، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اللي أنتوا اشتهيتوا إيه؟ نشوف ربنا. قال ولكم فيها ما تدعون. طب إحنا ادعينا إيه؟ ادعينا حاجات كتيرة، ادعينا إن إحنا بنحب النبي وما عملناش زي ما عمل، بس بنحب. يرفعنا الحب إلى من نحب وإن لم نفعل مثله. أولكم فيها ما تدعون، قال إيه؟ قال يرفع الحب المحب إلى رتبة من يحب وإن لم يفعل مثله. سيدنا أنس فرح قوي بالحكاية دي، قال ما فرحت بشيء، قالوا النبي أعظم من الرتبة دي، وإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أفعل مثلهم. وبعدين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما يعطى أهل الجنة إلا رفعة الأستار، فترتفع براقع الأنوار عن كل جدار في الجنة، حتى تمتع الأرواح والأبصار، ولا يعطى أهل الجنة نعيما أعز عليهم من رؤية الغفار. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تجعلنا من أهل الاستقامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا